استعدادات اللعيبة مستمرة قبل لحظات من بداية تاني مباراة ليهم في المجموعة، إحماءات بمعنويات في السماء للعيبة فريق حسن شحاتة اللي بدأوا مشوارهم بالفوز، وطموح وحماس كبير عند لعيبة فريق محمود بكر لتعويض الخسارة في أول لقاء. رحيم، يوم جديد من ايام الكابيتانو، يوم جديد للموسم الثاني بشكل ثاني. لقاء اليوم يجمع ما بين محمود بكر الشعار الكبير اللي بيقوده احمد الكاس، وحسن شحاته اللي بيقوده طارق السعيد. الماتش بحضور كابتن احمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، يوم جديد من ايام الكابيتانو، يوم جديد للموسم الثاني بشكل ثاني. في الزمان والمكان، المهارات من كل مكان، من القاهرة لأسوان. اللقاء اليوم يجمع ما بين محمود بكر الشعار الكبير اللي بيقوده رمز كبير أحمد الكاسو بعون زهران أحمد. بداية أحداث اللقاء بضغط من فريق حسن شحاتة، تسديدة قوية من أحمد أشرف لكن عالية خارج الملعب. يطلع الكرة، عايز يعدي من اليمين مرة تانية، يرقص واحد واثنين. إبراهيم كيتو لاعب كومومبو ابن أسوان يلعب الكرة لقدام وياخد فاول. مصطفى محمود هيلعب الكرة جوه منطقة الجزاء. فكون فعلا عطف العطف من كيتو، ممكن يبقى فيه خطورة. ضربة حرة مباشرة لفريق محمود بكر من الناحية الشمال، بيسددها إبراهيم محمد كينو، كرة حلوة جدا كانت في طريقها للشباك لكن ولسوء الحظ بتعترض العارضة وبتمنع الهدف. ده يفتح شوية صح؟ خليه يفتح، قوله خليه ماسك الخط. أول ما فاهم وقول له الواد بنص الملعب عندك، واد اللي هو لابس جزمة صفرا ده يعمل له العارضة، يعمل له واحدة فاضية. أنا أحب كابتن طارق على المستوى الشخصي، ليه عندي حاجة عملها لي قبل كده، فأنا لسه شايلها لغاية دلوقتي، فعشان كده يعني كنت متعاطف معاه شوية. وخلال أحداث اللقاء كان واضح إن كابتن زيزو مركز مع أدهم عثمان الجناح اليمين لفريق طارق السيد. يا أدهم وجه له تعليمات خاصة. مالكش دعوة باللعب، مالكش دعوة، خليك ماسك الخط، ترى الدنيا فاضية هنا، حتى لو باكلف دخل لجوه مالكش دعوة، خليك قاعد واقف بس، خليك هنا بقى، خليك. فات نص الشوط الاول ضربه مرمى من هنا هو الفريق احمد الكاس. لغايه دلوقتي زي ما اتعودنا دايما بدايه المباراه بالذات النص الاولاني والشوط الاولاني بيبقى فيه تنشنه والاعصاب بتبقى مشدوده شويه، وبعد كده اللعيبه تبدا تفك، يبداوا يظهروا بشكل احلى بكتير. خطيره الكره دي، بيقول له العب الكره في الجول. بص هنا الكاس بيقول له العب الكره عند الجول بالظبط، هيلعب الكره خطيره والحارس يظهر في الصوره. اطلع اضغط يا علي. ومن ضربة حرة لفريق محمود بكر بيرفع يوسف أحمد أوفر مثالي داخل منطقة الجزاء. حارس فريق حسن شحاتة بيتصدى بشكل هايل وبيبعد الخطورة عن مرماه. كور الثابتة لفريق أحمد الكاس خطر قوي قوي. الجمل اللي احنا عملناها اتنفذت بشكل كويس جدا، أهدرنا يمكن يعني كورتين كانوا كويسين جدا، كانوا بيلعبوا بروح، كانوا بيلعبوا بكرة كويسة جدا، أنا كنت مبسوط منهم. يلعب الاوت مره ثانيه عند كيتو، يلم كره حلوه قوي من كومومبو ابن اسوان، لا مهاره حلوه قوي من اول المباراه للان. كيتو يلعب الكره على الارض ولكن الدفاع يتدخل. هتجيلك هتجيلك ما بين الفرقتين، الكره راح لفين؟ يلعب الكره قبل منطقه الجزاء، عايز ياخد الكره من قدامه، ياخد الكره من قدامه يوسف، يلعب الكره حلوه قوي. ثالث كره ثابته، واحده جت في العارضه، واحده صدها حارس المرمى، هل الثالثه ثابته وهنشوف الهدف الاول لفرقه الكاس؟ يصلح الكره كويس قوي مانويل. كره جويا الخطيب، الخطيب هو الحارس وقناه، هو الدفاع. يو 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 يو
فريق محمود بكر بيواصل خطورته، ضربة حرة للفريق، جملة حلوة بين لعيب الكابتن الكاس توصل لعلي محمد اللي بيسددها في المرمى، وهنا بيظهر اللاعب إياد أحمد وبيشيلها في آخر لحظة من على خط المرمى. مش ممكن الكور الثابتة، مش ممكن. وينهي الحكم الشوط الأول بعد فرصة خطيرة 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 لفريق أحمد الكاس؟ هروح إلى استراحة قصيرة ثم نعود ونلقاكم مع أحداث الشوط الثاني. ابقوا معنا.